بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة عيناك حمامتان. ربنا يسوع المسيح بيتغزل للنفس البشرية اللي حبته ولها أنت جميلة قوي، يكررها مرتين يأكد أنت جميلة قوي، عينك حمامتان. يعني إيه حمامتان؟ يعني بقيتي بسيطة وديعة وهادية ومسالمة. أنت إيه اللي وصلك لكده؟ إيه اللي خلاك تبقى كده؟ الأول نسأل السيد المسيح، إيه الجمال اللي شفته فيها عشان تحكم على النفس البشرية الخاطية دي إن هي جميلة؟ يقول شفتها الآن عمالة تصرخ ليا تقول اخبرني يا من تحب نفسي، أين ترعى؟ ألاقيك فين؟ ألاقيك في الرهبنة ولا ألاقيك في الجواز ولا ألاقيك في الخدمة ولا ألاقيك في الخدمة الخاصة ذو الاحتياجات؟ ألاقيك فين؟ أين ألاقيك؟ ألاقيك فين؟ أنا عايز ألاقيك، عايز أخدمك، عايز أقرب منك. فيقول لها أنت حيران أوي كده وعايزة، إن لم تعرف آيتها الجميلة بين النساء. موضوع سهل، كنيستنا غنية وحلوة قوي، امشي على صار الغنم. الموضوع مش عايز يعني أسئلة، امشي ورا الناس الحلوة توصلي. كنيستنا غنية بالناس التقصيين والناس اللاهوتيين والناس الدارسين والناس المسبحين والناس الملحنين، غنية. فأنا لو مش عارف حاجة أمشي ورا حد من ده، أي حد من دول هوصل وهعرف هو فين المسيح. حتة جميلة لما حد يروح يترهبن في أي دير، ياخد الأخ ده ويشغله في كل حتت بحيث في أي وقت يتنقل من هنا لهنا يبقى فاهم الدنيا فيها إيه. في أي وقت يزنقه في مكان يروح هنا يعرف يسد. فجميلة قوي لما ربنا له المجد يدرب النفس البشرية، يقول لها عايزة تلاقيني ما تدور علي، اقعد شوية مع الناس الدارسين الكتاب المقدس هتفهمني، زهقت اقعد شوية مع المسبحين سبح شوية، زهقت اقعد شوية مع الناس اللي بيخدموا، لغاية لما تلاقي حتة تريحك أنا بقى هشغلك معايا. أول ما يلاقي النفس البشرية نمرة واحد غيرانة وبتسأل وعايزة تدور عليه، اتنين بقى عندها الطاعة ومشيت وراء الناس اللي هم الغنم، أصار الغنم وإرع جدائك، يعني إرع المواهب بتاعتك، إرع اللي انت عايز تعمله اعمله، اقعد وسط الناس الحلوة دي وشوف هتعايز ايه. أول ما يلاقيها كده يقول لها ايه، انت شكلك بقيتي جميلة، هاخدك بقى كفرس في خيل فرعون، هشتغل بيك. فالنفس البشرية اللي تحبه وتدور عليه وتسمع الكلام تبقى جميلة قوي، يقول أنا هاخد الإنسان ده أشتغل بيه كفرس فرعون. يعني إيه فرس فرعون؟ مؤكد هيغلب، مؤكد هينتصر، نشيط يعرف يتنطط من شمال ليمين مش يهمه الجبال، الفرس جريء. فالنفس البشرية اللي حبت المسيح ربنا يختارها، يقول ايه تعالي بقى أشغلك معايا. حتة جميلة يقولها داود، عيني على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. مين أمين وحب وعنده الطاعة؟ تعال بقى أشتغل معايا. أول ما يشتغل معاها على طول تبان مواهب الروح القدس على وشها، يقول لها كده خداكي كحمامتين. هو مالك كده وشك نور، ومالك كده فهمتيني، ومالك كده يعني بقيت مبسوطة، ايه البسطك يعني؟ تقول اصل ثمار الروح بدأ تظهر عليا. وغير كده لقى في عنقها عقد اللي هو سلسلة يعني نير، انا بقى حبيت الوصية وهطيع الوصية من اول النهاردة، مهما تقولي هحاول انفذ
مهما أسمع أحاول أقلد الآباء وأحاول إيه ألتزم بالوصية وأحطها قدامي قانون. يا بخت الإنسان اللي يحط الوصية قدامه قانون وتظهر عليه ثمار الروح القدس. ربنا يقول لها إن أنت بقيتي جميلة قوي. النفس البشرية أول ما تلاقي كده ربنا رفعها من الطين عمل منها حاجة حلوة تقول لها بقى إيه؟ تقول للنفس البشرية ربنا تقول إيه؟ لا 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 خلي بالك، ما دام الملك على مائدته النردين بتاعي ريحته فاحت، يعني إيه؟ مش فاهم. يعني ما دام الملك على المائدة، ما دام الملك على المسبح وإحنا حواليه ريحتنا فاحت، هما الناس دول منهم مالهم كده بيشكروا؟ هما الناس دي مالهم واقفين بخشوع؟ الوقفة بخشوع دي ريحة نردين حلوة. الناس المسبحين ومردمين قدام المائدة بقى المسيح ذابح نفسه وحاطط نفسه على المائدة وموجود قدامنا، نقعد نسبح يقول التسبيح دوت ريحته جميلة قوي. كل اللي يقف قدام الذبيحة ويكسر نفسه يقول له نفسي يا رب أقدم نفسي ليك ذبيحة حية، نفسي أقدم صلاتي ذبيحة ولا حياتي ذبيحة ولا أفكاري ذبيحة ولا وقتي كله ذبيحة، تطلع ريحته. فالنفس البشرية لما تلاقي ربنا يمدحها تقول له مش مني مش مني، أنت عشان موجود على المائدة وأنا التزأت بيك وقفت قدامك وحبيتك ريحتي طلعت غصب عني، فالناس شموا ريحتي. هي مال النفس دي بتحب قوي كده ليه؟ هي مال النفس دي بتصلي كده بخشوع وبحرقة وملتهبة وعايزة تطير، دي ناقص بس لو ركب لها جناح مش هنلاقيها وسطينا. وحصل لها ايه النفس دي؟ أصلها قربت التزقت في المسيح. يقولها القديس أوغسطينوس قول جميل قوي على الآية الجميلة دي، ما دام الملك على مائدته افاح نرديني رائحته. ما دام الملك موجود على الذبيحه فاحنا كلنا على المائده وكلنا داخل الكاس، مش احنا بعد شويه هناخدهم جوانا؟ يبقى ساعه الصلاه واحنا بنقدم ذبيحه هنكون احنا فين؟ على المائده وجوه الكاس. ما احنا خدناهم امبارح واول امبارح والاسبوع اللي فات، ما هم كده كده جوانا. بس هي ايه؟ كل ما قرب من المائدة وقرب من الملك انمو في الحب، انمو في الفضيلة. عشان كده يقول لها الموضوع بقى كبير قوي، لنصنع لك سلاسل من ذهب وجلاجن من فضة. لنصنع دي بقى المرة التانية يتكلم عن الثالوث القدوس بيشتغل مع النفس المحبة لله. يقول لها فالآن نصنع لك. الآب يجذبنا للابن والابن يدينا النقاء والطهارة والروح القدس يشتغل ويقومنا ويرشدنا بيوصلنا سنة سنة لمحبة الآب. فنصنع لك سلاسل من ذهب، أصل الذهب ده غالي جداً، فالإنسان اللي يعيش في الطهارة والقداسة يبقى غالي جدا عند ربنا. فسلاسل كأنها حلقة ورا حلقة ورا حلقة، كل شوية من طهارة لنقاء لقداسة، كل شوية أفضل فأفضل فأفضل. سلاسل من ذهب وجلاجل من فضة، يعني الروح القدس يبدأ يشتغل على لساني، يطلع كلام يرن، كلام يخبط في القلوب، كلام يحرك الصخر، كلام يجيب الغرقان في الخطية. ليه بقى كلامي بالروح؟ لستم أنتم المتكلمين بل إيه؟ روح أبيكم. عشان كده تقول له النفس البشرية طالما أنت عملت معايا كده وبقيت قريبة منك على المائدة، أنا بقى حبيتك خالص، أحط على صدري سرة المر. سرة المر في كده حاجة بيطلعوها اسمها المر، تبقى ريحته نفاذة
وجميله جميله جدا، والجرام فيه يمكن سعره يوصل للذهب كده، غالي جدا. فتاخد شويه مر وتعملها في سره وتلبسها زي سلسله، تقول له ايه بين ثديي البسك، كان عايز اقول لك الامك وصليبك على صدري، في قلبي انا مستعد اشيل الصليب وامشي وراك. يقول لها يا، تقول له اصل حبيتك خلاص، فسرة المر زي ما انت شلت المراره من اجلي. يقولوا عن المسيح اتولد مصلوب وعاش مصلوب ومات مصلوب، يعني ساعه ما نزل على الارض هو شال المر والمراره. والست العذراء اول ما دخلت الهيكل شافها سمعان الشيخ، سيجوز في نفسك سيف في مره تشيليه. العذراء يسموها مريم، معناها مره، شالت المراره لكن فرحانه بالقيامه. عشان كده النفس البشريه الفرحانه بالمسيح تقول له انا بقى اشيل علامه الصليب على صدري، ومش بس كده، ايدي هحنيها طاغه فاغيه، دي معناها هجيب حزمه من نور الحناء، الحنه دي عارفين انتوا العرايس في عندنا بيعملوها كده في مصر هنا، يجيبوا الحنه يحطوها في ليله الفرح يعني، ويحطها في الايد كده ويقعدوا يقبضوا عليها وتطلع بايدين ايه حمراء، معناها ان شلت الدم، شلت علامه الصليب، مستعديه ابذل نفسي لغايه اخر نفس. فكان النفس البشريه اللي حبت المسيح تقول له هشيل الصليب، وعلامه الدم تبقى على ايدي، عشان وقت ما الشيطان يعبر عليا يلاقي الدم يسيبني ويمشي، احمل على ايدي. على فكره الحنه دي بتاع زمان كانت ريحتها جميله جدا، فتقول له ايه انا دمك ريحته حلو قوي، ذكي نقي، فانا حبيتك خالص، هبدا اشيل العلامه على صدري والعلامه على ايدي عشان امشي وراه. فيبص لها بس كده خلاص، ها انت اصبحت جميله يا حبيبتي، ها انت اصبحت جميله، عيناك حمامتان. نلخص كل اللي قلناه دوت في نقطة بسيطة كده، يقولوا ايه؟ عطايا الله لا تعبر عن رضاه، عطايا الله لا تعبر ايه؟ عن رضاه، لأن ربنا بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار، بيدي الملحد زي القديس، كله بياخد من ربنا، بس ربنا دوت الله محبة، فكل الناس تاخد منه. في ناس تخدر ضميرها تقول ايه انا في عمار بيني وبين ربنا، طب بتصلي؟ لا. بتقرا الانجيل؟ لا. تتناول؟ لا. تعترف؟ لا. مفيش بنزين خالص. طالما مفيش بنزين يبقى ازاي في عمار؟ مش معنى ربنا بيراضيك وبيشتغل معاك يبقى راضي عليك؟ عطايا الله لا تعبر عن ايه؟ عن رضا، وانما بقى ايه؟ حب الله يظهر عطاياه. لما ربنا يحب النفس البشرية يظهر العطية اللي اداها لها، زي الموضوع بتاع النهاردة، لها ها أنت أصبحت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان، بقيت صورة للمسيح، بقيت تشتغلي بالروح القدس، الروح القدس بيفط منك كده على خدك وفي عينك وفي قلبك وعلى صدرك، بقيت معجونة بالروح. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك إيه؟ حمامتان. فهمتوها القاعدة البسيطة دي؟ عشان ما ننساهاش. عطايا الله لا تعبر عن رضاه، وإنما محبة الله تظهر عطاياه. تاني، عطايا الله لا تعبر عن رضا، وإنما محبة الله تظهر عطاياه. أنا اديته، أنا بشغل معاه، بقى إنسان نية، بقى خاضع مني، خاضع ليا، بقى قريب جدا مني. عشان كده بانت
عطية ربنا إيه؟ في الإنسان اللي ربنا يحبه. يا بخت الإنسان اللي ربنا يحكم عليه بنفسه يقول له ها أنت جميل، ها أنت خليلتي يا حبيبتي، ها أنت كاملتي، ها أنت حمامتي، ها أنت وديعتي، أنا حبيتك خلاص. يا بخت الإنسان اللي ربنا يقول له أنت جميل، وأنا بص لنفسي كده أنا جميل، أنا فيه جمال، إيه الجمال اللي فيه ده إن شاء الله، وخدته منين الجمال ده؟ أرجع أقول له عشان أنا قريب مني، قريب منك، فغصب عني أصبحت إيه؟ جميل. ما دام الملك على مائدته أفاحت نرديني رائحته، كل الفضايا بقى تطلع وتبان، لأن هو يظهر العطية اللي إيه؟ الدهاني. ربنا يمتعنا بجمال المسيح لأنه أبرع جمالاً من كل بني البشر، فيشوف كل الناس حلوين، حتى الخطاة حتى السود يشوفهم جميل. يقولوا في سفر النشيد ولا مرة يتكلم عروسته يقولها فيكي عيب ولا فيكي خطأ، ها أنت جميلة. تملي ربنا شايفنا نفس جميلة، نفس وديعة، رغم اللي أنا وحش هتيجي في يوم اللي أنا تبقى حلو إن شاء الله. ربنا يسندنا ويسعدنا، له المجد.